المنتخب السوري متصدر. وهنا لدينا محاولة صينية والصين تسجل الآن. الصين تسجل أول أهدافه. إزهانغ جزهي يسجل أول أهداف المنتخب الصيني في اللقطة الماضية. إزهانغ جزهي صاحب 30 سنة يفعل هذا، يلعب في بيجين جوان و بخطأ دفاعي بعدم تمركز يضعها في منتصف المرمى، أول أهداف المباراة مع نهاية واقتراب من نهاية أحداث شوط اللقاء الأول. لحظات كرة الله، نعم خطأ كان حاضرا بالنسبة لدفاعات المنتخب الصيني، وكان الاستغلال بأفضل طريقة بشكل جميل. أياس عثمان يسجل هنا في الكرة الماضية هدف التعادل لمصلحة المنتخب السوري. عندما تتقدم سوريا، شوف الخطأ، شوف الخطأ هنا، وبعد ذلك الكرة التي وصلت من أياس عثمان في طريقة مثالية جدا وعلى